اليوم امريكا تطبل امامنا، وكثير منا كثير منا حتى اصحاب عمائم واصحاب شعائر قالوا اليوم لا طاقة لنا اليوم بجالوت امريكا وجنوده. هذا هو الواقع في كل امتنا الاسلامية. هواية من عندنا اليوم متزلزلين على شنو؟ انا اسلامي، انا شيعي، انا سني، انا اصلي صلاة الليل. المسؤول والمعمم دين مو صلاة الليل، دين الموقف كزينب عليها السلام. زينب عندما دخلت على يزيد قالت له فكت كيدك، هذا هي الزينبية. الإمام الحسين صلى صلاة الليل ولكن شعاره والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. هذا هو الحسيني. الحسيني ليس من يلطم فقط ويمشي إلى كربلاء فقط. الحسيني شعاره ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين الثتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة.